عندما مثل مزول لمس الخير مراف لون مرحبا يسول نغار تعاذ نواميس ست مازير ثلت من ديثك ديث زوار أسوين تيكدو ذا مس عبد المجيد تبون يموغار أسوين وكذار صوت الشعب لمن عصماني يقسو ثرن ثم ليلي ثاكي أسلوي نوكيفر صوت الشعب لمين عصماني ومن بعد تمليلي تينس لو كدو سلوي نتيك دو ذا ينبلي أسلوي نتمور ثغورس لفغي مقرن يكمل المجهود إلى قني وكان المزيين التيكين ذي تسرثيث. عودتنا رئاسة الجمهورية بطلب منا على أساس يكون احتكاك وتبادل وحوار بكل مسؤولية. كنا أذن ساغية ونقلنا هموم المواطن الجزائري وشفنا الإرادة ثابتة من أجل تعزيز قدرة الشرائية، وهذه الإجراءات الأخيرة اللي قام بها رئيس الجمهورية إلى دليل على الإسقاطات ما بين الإرادة والإدارة. تعرجنا على انخراط الشباب والمجتمع في العملية السياسية من أجل حماية وصيانة الوطن، والرئيس عازم على مواصلة هذا العمل من أجل تولي المسؤوليات للشباب، وهذه نقطة مهمة في إطار بروز هذه الشباب الجزائري في العملية السياسية، خاصة الرهانات والتحديات كعام اقتصادي، الذهاب إلى تصنيع، الذهاب إلى صراع فلاحية، التنويع الاقتصادي، الذهاب إلى الصادرات، إذا ثقافة جديدة تريدها رئاسة الجمهورية بانخراط المجتمع الجزائري بكل أطيافه. ونحن كطبقة سياسية يجب أن ننخرط، لأن ولاؤنا الجزائر ثم الجزائر، وفاء لروح الشهيد، يلزمنا أننا نبقى على العهد ثابت، خاصة الموقف المشرف اللي يعبر فعلا على عقيدة وهوية المجتمع الجزائري في الدفاع على مقدساتنا في فلسطين. فرئيس الجمهورية يعبر فعلا كان مفخرة، اللي هي عقيدة نوفمبرية بامتياز. زيد على هذا أن هناك رهان دولي، الجزائر الآن بحاجة إلى لحمة وطنية في الدفاع على صيانة هذا الأرض، لأنه نحن كجزائريين كشركاء سياسيين أو مجتمع مدني، خلينا نقول كالشعب الجزائري، كلنا اقتداء بشهداء الأبرار أننا نحافظ ونصون هذه الأرض بالدم بالعرض، ولكن بالعلم وبالكفاءة وبالأخلاق. وذقوهي النصف قد نصغر ثمين ثاسكرين الفريق مزورو سعيد شنقريحة يرزا سيغي غر ثمين ثاسكريث ذي وهران هيلا ترزيكي في النظفر ذي ثوريخ ثايد هيقا نسرين علوان في فزورة عن تيرزا ومن بعد لقديش نومجر صور لواء محمد الطيب براكني أم ذبر انتما فعسكري في السناف مس الفريق مزورو يسترحم غفتر بحث ديموثان أحمد بوجنان مومي سوالن سعباس ونيلاد قام تما فعسكري في السناف مقتن جيان ثم غرد الفريق غفتر بحث نومجاذي موثان وغفتر نشهد سينكين مس الفريق مزوار مفاجئ زمام فلسطينية زمام الصحراء ومالو. وبخصوص هذه القضية المحورية والمبدئية في سياساتنا الخارجية، كان موقف الجزائر المساند لها واضح من خلال التصريحات الرسمية للسلطات العليا للبلاد بإدانة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن قرار استقبال الجرحى لا سيما الأطفال في المستشفيات الوطنية للتلقي العلاج وإرسال المساعدات الإنسانية والطبية والاستشفائية للفلسطينيين في غزة. فالجزائر آلت على نفسها الوقوف إلى جانب القضايا العادلة
على غرار قضيتين الصحراوية والفلسطينية، لأنها عانت من ويلات الاستعمار، ولأنها قدرت وقوف الأحرار عبر العالم مع قضيتها وحقها المشروع في تقرير مصيرها بنفسها. وها هي اليوم تناضل بكل الوسائل المشروعة وفقاً للشرعية الدولية من أجل إيجاد حل لكل القضايا العادلة. مس الفريق مزورون ذو جواليس إيدي فكار يرى غزال ذغني سوري فن مقرن يتخدم ثمور ثنا المنديس قسنا الدان ويساول إماران مزداغ يحملن ثمور ثنسن أكند الزين وذتكين ذوك سنفار الفنيع للزاير ثمينوث. ولإفشال كافة المحاولات المعادية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، يتعين على كافة المواطنين المخلصين بذل قصارى الجهود والحرص على التضافر والالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة الذي يقوده بكل جد ومثابرة وعزيمة راسخة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي بين بالأرقام في خطابه المرجعي والتاريخي أمام نواب غرفتي البرلمان الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأربعة الماضية على مسار التطور والتنمية، ونحن في الجيش الوطني الشعبي واثقون كل الثقة من نجاح هذا المسعى الوطني المخلص الخادم للوطن والمواطن. مس الفريق مزورون يحسس سلقا وين يدمس لين إعجال تمافع سكريف في السناف ويفكي سند إيولي هند توصية في شد غار المجهودة ويسحرس يكمل نوم شوار ذوهج يوسقس القرايا ذيين لازو جلاف 23 زو جلاف 24 وذفدن أكني لاق أكا أكنذيلين هجان ووجدن أكني لاق ذوق النار وذيوك الموسان تمافع سكريف في السناف. شكرا لك، بارك الله. وذقوهي نصف على العقد نشارك هاير الزاير لك ليبيا ثق بانيث الغاز من الزاير تبدأ في زنوزو سفار الأكسجين النذوي غرف مورث ليبيا ويقاس القدار 66,000 لترات الصنفقين الأكسجين خدمي ديوثن اللوزين إقلان ذو الولاية ورقلا. تفاصيل لك ذي لسيطية سيد كوبانيث ورقلا كال غاز الجزائري كتخصن سوفارن الغاز يستخدمني الصناعة ذا كاميون الأكسجين يستخدمني وذوي أمزوارو يروحون لما تمورث ليبيا. الهدف يعني من هذه العملية هو التصدير لبعض الدول الشقيقة ونتبع في السياسة والمنهج تاع رئيس الجمهورية. يسوي مازنزين على الخيران تموران الفراني عدزين ويجي ذين ديلان في سرتيف ذا البلان وسلوين تيجدو ذا يوزنزين يسوفر نتمور ذا غارث مورث ليبيا سلقيدا 66 متر مكعب الأكسجين استخدامني وذاوية أما كين ذا غان ديلين وزنزين نيتروجين غارث مورث ليبيا. تتبع بمرحلة أخرى وهي التسويق في مادة النيتروجين دائما للمتعامل الليبية للغازات. إذا القضيش ديلان يثكل تثم زواروث ويجيان طبق العقد الشاروخي غير سنثن تمورا يجيان وصفاغن الغاز استخدامان ذا الصناعة لكذ الأكسجين استخدامان وذاوية لكذ الأزوت. كالغاز الجزائري بي بروديوس ليكويد نيتروجين. ذا خبانيث كالغاز الجزائر تخدم سوفاغ الأكسجين استخدامان وذاوية لكذ نيتروجين. ذي ثكوباليث نورقلا لكوذ الأغواط الأذغاء الأكسجين استخدامني وذاوية سناث تخباني ناقي خدمان تيوكين يكس في طراث نتمورث ودي تيلارا الخصاص الأكسجين ذكسن بيوريتي. We ensure that we are producing
very good quality. تاخذ بنيتك الغاز الجزائري تخصن سوفان الغاز يستخدمين الصناعة وسوفان الأكسجين يستخدمين وذوي على كذا الأزوت الحون على حساب القوانين يرعلنن سنت خبنين جيان ورجلا على كذا الأغوات صوضان تسوفان القيادة 334 لطنان يلس وذين ديكفون سوق نتمور تصل الغاز على كذا الأكسجين وذين سنانين الحساب نسوفان وزنزير نسوفان جيان فرع نتمور أنا غلف أن الصنعة على عون يرزاها سقي غير لوزين نوزل سيدار الحجار أو ذي ثزورة قدمنا سيد تفاصيل غاف 65 إكتار نوخيل إقلان ذي لوزين أجيان لكو 143 إكتار نظن نوخيل إدي زين إي لوزين أجيان نوزل نالحجار يقول الحال أسلوي النتيج ذو ذايف كالمار يوكين أثيدرن ويقيا ذي الجمعة نسقمون ننغلفن أنقارو المساحة حوالي 215 هكتار شفنا المساحة الأولى دخلة وهذه المساحة الثانية وكاين المساحة الثالثة هذيك داخلة في المحيط نتاع المرك اليوم لاسترجاع هذا العقار الصناعي راه كله يتفرى لإنجازات مصانع ومشاريع لتدخل في نفس نفس المهنة نتاع سيدار من اليوم سيد الوالي الأرض هذه راهي ملك الدولة يعني احنا دونك نحاول إن شاء الله باش نسوي كل ما هو مخطط لهذا الأراضي نقيم ديما ذوك حريشة كيا نص صنعاء وثيك التاكيا غار وصف ثيون وحريش وسليذ نغا البريفي ضغا ذي ثيزي وزو ذي ونص نفار سوازالي سراي الدين ذي ثما نعزوين وكيا ذي اللوزين ارادي سوفون الحرج النوذاوية وذي اللوزين كيا اسخدم ثي مسنوين نيجيريين وكيا وذي غران ضغا ذوك حريشة كيا روبورتاج الخضر كعوان ذي اللوزين مقرن الصنعة ندواوين ذي ثمنات فصنيعي ورقيق ذي قعزوهن يسوف غدي صنع أكو تاولاث يمخلف نستخدم ذي الموسن توكساني ذمن ذي السفيطارات أرثما بايان يخدم ذاغن الحرج سيت قيسين السكر ذي ذمن اللوزين أجين ذم ذي أن الصنعة ذو سفثين ذي ثمورثنا قدراتنا الإنتاجية بلغت حاليا 1500 علبة يوميا ما يوافق 3 ملايين علبة سنويا في المرحلة الأولى. مصنعنا يتكون من 3 وحدات للإنتاج، وحدة لإنتاج أنابيب اختبار دم، وحدة لتسابيل تيوب خلمون صنجام، وحدة أخرى لإنتاج ميليو كولتور، هي وسائط لزراعة التشخيص المخبري، ووحدة ثالثة في إنتاج لانجكسيون بلاستيك. تمكننا من إنتاج وصنع مقياس بنسبة 100% وهذا بفضل التكوين الجماعي لإطاراتنا. فيريفي في لي بوندليت هادوما اللي خرجوا في هاد لا ماشين باش المريض يكون عنده نتيجة مليحة. 6 سنين التجربة القاية نقل مزيان إيجيريا السان سوفوغوند سيفا سنسن أي نمرا إذن تاويسي ثمر الفراني ذقويني شدن غار صنعا الدواوي يتوخدم سيفا سنسن أكل يتوخدم ذي ثمرا الدونيث. أصبحنا نتحكم كليا في سلسلة الإنتاج في إطار الاستثمار في تكوين الموارد البشرية تحت إشراف الفرق التقنية. نصوض نخدم ذي الحاجة ريعون ثمور ثناغ ريعون لموضان كانت القرايه كش مع دار ذا جينيا الحمد لله خدمه عطت صحه غير لونتربريز ذا جينيا يونيتي ياكي يخدم هكا كيا عطت صحه ذا غير الدوله غير تنكوراجينا شاك فوا يقرا 119 وصنفان يوسف ياكي نصفغد ازال 71 يصنفان بدنا خدمت تورا اثنين ذا خدمت يرند ازال 2500 يمكون وخدم أرافق يجزم سفتيين ذو سسهل الأمور اللي داراني ورسيغني صنفار ننسن ذو قنار ذوين يجان ثذم سنة مرثنا أتنرني أرثما غبايا يلد وخلاقنا الدقس نمو كان الخدماغي المزيان ذي ثموين مرة يمخلف أن تمرثنا ديما ذي الولاية تيزي وزو ذو حريش النت مزدوث ضاي المند نيين أيار فرقا أزال 800 نت مزدوغين الصنف السوسيال غف ثواش ولين إيقرجان إخامناقيا سوغوش حاليا الأخضر كعوان في كلتنا
ذا سيرم يقلنا تيذت ذا سدقايج يوسف كل شي زد فيرس ثوذر تقسيحا بعد ميديس فيديان ستنزدوغ ثمينوث أي لين تصرع إن تات واش ولتيس كون عايشين لا غالب ميزيريا دوك الحمد لله ربي فرج علينا في هاد العواشر في هاد يناير يعطيكم الصحة ونشكر رئيس الجمهورية بزاف بزاف وربي يطول في عمره إن شاء الله وبارك الله بارك الله فيكم واسقسام قز إن شاء الله اليوم فرحة لا توصف نتمناها إن شاء الله لكل واحد محروم إن شاء الله ربي يرزقه نشكر سيد الرئيس تاعنا تبون نشكركم كامل يعطيكم الصحة فرحتونا اليوم ذي الفرح مقرن ذي قد بلا لنت ثواش وليناقي استغراثين كشمنتي خامنا نسنت تراجونت شحالية أوني ذلك ربي الفرحة بسيقو تعوى ذارا سيدو مين نفكة تراجوها خامقي أنزونا سيقيد لولا هذه ذلك ربي غسد رئيس الجمهورية فرحة غندي نوم أنديري كسيقيد لولا سيقيد لولا أنديري كسيقيد لولا أردوني ثاقي كساخر بالعالمين وكساخر الدول الجزائري مرحبا انا عبد السلام السجيد اسمي ناير ان شاء الله دوينا عدي وين لهنا الصحة انا فرح سوخان انا ربح سوخان ما قيني اليوم فيه مواطنين في تيجي وزول اللي راهم يدوا المفاتيح تاعهم اسبق كان مواطنين بلديات اخرين ان شاء الله وراح تكون الفرصة ان شاء الله كذلك في محطة قادمة اللي هي 18 فبراير وين يكون فيه كذلك مواطنين اخرين يستفادوا ان شاء الله ربي يحفظ البلاد ويهني الجميع ان شاء الله اونكور اون فوا اسقسم قز ان شاء الله لما يربحين ان شاء الله سكون اثنين الفرح مقرن ثواشو لينا قيان اسقس نمازي غاندي يناير زوج 1974 سي خامن اجديدا ايلين تصرنسن مرة يسالنا الجناس دو غامي سغات ني نفدو سي فلسطين عدان 100 نوسان الجريمات لا كذا تعديات ان صهيونيين غافي مزلاغ ان غزه ومازال البطليه تكمل لي مصفحه كي ضارني غاف الفجر وثن لي ثمان النصيرات لا كذا بلده عبسان لا ثاني لي ثمان خان يونس لي مخان النظام لي تلماس لا كتما بدا ان غزه عند غلين وطاس الشهداء صدمات النظام نظرا تدي في ومال ذي بيت لحم لاكوذ الخليل لاكوذ مخيم عين السلطان ذي أريحة أني ذا دلان يمشو باكين ياري فلسطينيين لكل عسكر إسرائيل هما كنير نطفن تاسنين المذن ذي سذاويث النجاح قلان ذي ثماء النابلس أيجي ذي لواني ذي ياغيرا والجناس يدو كلان لاكوذ تمورا الجناس السولنت إيوكن أذ الدين إيفرذان إيوكن المعونة الجناس تعوض غريم زلاغن غزة إقنطرون ماشي ذكرا القيم ديما ذي زمام كي وغف غزة سقمون لمن يقراو الجناس يد وكلن يسولي وكان أذحف سن السفاغ ني فلسطينيين سي غزة غار ثميوين النظام يقرا يغ الحال ذيني غف نوضح الجزائر دوك سقمون لمن يقراو الجناس يد وكلن عندها كلنا وسام أبو زيد يقرب غار خرا ني فلسطينيين يوكوذ يملال إسدي مسلاين غف المجهود ان الجزائر ذوقيا فورق تدي غار عبد الله سبع ركوت أكثر من 10,000 طفل لقديش سرتين الجزائر قسقمو لا ما نغرلان لا قد سد ما نراي في ميا لسكاجيني فلسطينيين مبلا الفرين سن سي غزة تغالد ثنين ناس صوري فلسطينيين يتسيديرن داو ثيثا مربلانات المدافع ميضماس غف تغزين ميا والسانس الحرج الجريمان وعذاون إسرائيل قرار مجلس الأمن قرار إيجابي في مصلحة الشعب الفلسطيني وإخواننا في الجزائر هم مع القضية الفلسطينية وموقفهم إيجابي وهم مساندين وهذا القرار يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويوقف التهجير واليهود غصبا عنهم سينصاعوا لهذا القرار قرار مجلس الأمن الخدمان الجزائر تقسقمو اللامان ثلاد من بعد ميكوجيف وشنقو غافو 1,900,000 فلسطينيين كنا دون سقافة غار ونزول سيسينا غار ثمورة عرفين في جيرثين ضراي يوغيني فلسطينيين والجزائر تسيوض في غار انسان غار تزقان وسقمو اللامان وثلان ذا الصوت فلسطينيين ازداث ومضال نعم كلنا مع هذا الموقف وكلنا رافضين للتهجير القسري للفلسطينيين في ظل الشهداء اليومي الذي نزفهم يوميا وجرحى وقصف متواصل
نتمنى أن تضغط الجزائر وأن تقوم بعض الدول تساند هذا الموقف لوقف هذا الدمار والحرب على الشعب الفلسطيني. ضرعي يفكان السيرمي فلسطينيين لكن الطفل ذي ثذرت سوحفاس نشنقو الصهيوني لجريمة النس سيقف الدلو ذم إغزة سهدو قخام لكو ثذرت ذي الثمة إفردان ذي زنقان وغالن ذي مكان نيال الفلسطيني إكتيديرن لخصاص إمي أشنقو يطف تصدفير غف المعونات إدي كتشمن سيثليسان ذي رفح ذي القدار مشطوح تقولا لقد السفر تذرث يتحوج يوم ذن يلس ذي غزة. القرار هذا كتير مهم لنا، كتير أعطانا أمل بأنه الواحد يرجع يتمسك بأمل أنه ممكن الواحد يرجع على المكان اللي كان عايش فيه. طبعا الجزائر دائما وشعب الجزائر من أول الناس اللي بيتضامنوا معانا في قضيتنا طول عمرهم، يعني عراسنا والله. يعني نحن من بين الخيام من وسط المعاناة، لما شفنا الخبر انبسطنا، وإن شاء الله دائما هيك كل دولنا العربية يكونوا مثل الجزائر إن شاء الله بإذن الله تعالى. دي ثقيهم بعد تظليف العصر إكتوان طل ومدك لنا رفقنا ذاك دي تلفزيون إبراهيم السبعون يكبضن العفور بيا إضليا بعد ميك حفظ وليس ذاك ذي البيروان دي خدم ذاك ذي تلفزيون إبراهيم السبعون يخدمن ذام سجرنان ذاك ذي تلفزيون الجزائر ني قريب 20 نيس قوسن يكسعد ذاك لوك توشلتي ناس في سنث يجايا يظل يجد أمكاني سذيلم ويجد الحزن ضم قران ذي وشلتي ناس في سنث نقد إبراهيم السبعون ذم شوار نوم سجرنان يفازن وذم ذان إدي جان الحمالة غور يمدو كاليسة كوذ القدار ضم قران البورتري صغور عبد الله سبعركوت. إبراهيم سبعون أمس جارنان التلفزيون نلزاير غف ثغزين 20 سقوسن يلمذ الخدمة ذ القديش نتغمسة ألم يغال ذا نغماس ذ قمطاف وستلثان التلفزيون يخدم سوفو ذ تفغست يفد غف الخدمس ذ كسويرن يمخالفن أن إذا ديلا غف المنداد نوطس بوهيل نمطفن الإخبارية ذي تذويد ثانقاروث نوهيل المصار ذي ثانقاروث سكوس جوجلاف وثلاثة وعشرين إمس جرنان التلفزيون ذي نيانا السا غف القديش ذي فدين إبراهيم غفاهيل ستموسني ذي الخذمة سوسوير علين ألمي يوض العفور بي ذي البيرونس يريم دوكالنس ذم داكل نياليون يروح غار وخام تجارة وذي قيم لخيال الناس ذي الشفوات ياليون ذي الزغوة التلفزيون وثي جعل ربي سقوثنا راحا ذا الرحمة هذه ربي أمكانيس ذي الجنة ثدي يزن صفار إث وشلتيس خمن سن لكو ذمارا إمدو كاليس إث ذي ذهير كليا إث يسن
لو كيل نتيجه ذا رخام نشرع عن عين الملح ذيم سيلاي خبرد استوليان البحث ذي ثديانت إيدي ضران إضلي 14 جانفي نذا السيم ذن يوث النت وشولت يقموث السبع الغاز نتم ذي انت البحث ذي هدي فقن السباثي لان ثفير ثديانت ودي فقن ذاغنيا ميلا فاكوزين تغور السحماون أورث غيلارا صنعينس أذو قدال وذي ثمليليين اللي كان 2024 ثرفع ثغنوث دف خضار أتمقر ثم دي ثقيا ثرفع ثنقولا ذو قهيل ثرفع ثيس رفع ندور أمزورو انتقفوشت نلكان كوت ديفوار ثمليليث أدثيلي غف تسعة يضاكي أسلغ ماي جمال بالماضي ذو قول لاغيسة ذي بذوغك نيلاق وذي ويغ ثلاثة غد تنقيضين أي جن تربع ثغ الناوث ذي ثقناثين يقرزن ماتش أبخي ماتش جو بانس أغا نوغير دي زمبيسيون فيرا مزور نم سي أنا إن إيدي دي سكو لون فير مي لا رياليتي سورا إيفيدامون لو تيران سي بيان بريباري أن بو كوم توت لي زيكيب دو سيت كومبيتيسيون. Ouais, comme a dit le coach, on a des ambitions comme tout le monde. Après, je pense que le plus important pour nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'entamer cette compétition. Serbat Tagnaout, il voit que notre savoir serbat est mille lit. Il boit de l'as. A défendu Ferratis Mahadis en Serbat Longola. Exarvenish Bekin ou Assassis. Lazem. Non, d'Ochloubach. باش نربحوا هذه المقابله ونديروا مقابله ان شاء الله مليحه ونحققوا لوبجيكتيف ان شاء الله. رانا باغي ان شاء الله باش ندخلوا بيان كونسونطري ان شاء الله. رانا باغي نربحوا باش ندخلوا بيان في المنافسه وربي معنا وربي يوفقنا ان شاء الله. ونطلب الشعب يوقف معنا باسكو رانا دايرين ان شاء الله نروحوا بعيد في هالكاس. إمدو كان رياض محرز زرع ثلاثة تنقضين في مزورة غد تساروت إيوا كنا ذكمل لنا مشوار أكني وثا ضعف ثمليلي ثاكير ذوين دي بوين عثيدا وين تنقضين ثربعة ثغنوث داف خضارة مدكولنا محمد دو ديعي أثان ذقو مكان ذا دي فيكو غير نتفاصيل غف ثمليلي نتمدي ثاكير محمد دو ديعي أزول فلاي الزول في لما نورا غزولي ودي طفار يسال لنا الناس تاع ست مزيغ ثقلا ذاكيا سريد سكونار لهنا نا لو ستاد دو لابي ذاكيا ذي بواكي عند رادي لي ثمن لي تربع ثغنا وثكا غير ناقص الناس شويه ذ النفس تفاصيل تينكورا نتم لي ثاكن ميورا تربع ثغنا وث هكان ايمان نسن اكن يلاقي وكن هذيك شمن ثمن لي تسمي كثير تربع ثغنوث يعني 19 تزريين داغي تسكي تربع 5 مليلين توليان 8 مليلين سيستم زواروث يعني 5 مليلين كي تربع ثغنوث ثبض غار فرداين يثبض غار 8 مليلين تاكارا فرداين غار 8 مليلين مقبل تاكارا مالك سكاس زوج على فوق 15 تخسر كي تربع لا كوت ديفوار فيكيا يعني 8 مليلين يتربع تربع ثغنوث ثيم زواره دايما ادي وكذ وسنغما يتربع ثغناوث يناد باللي كثير من اللي ثم زوار ثم زوارو تسعة غزال مقرن وكنا سكمل ثربع ثنا ام شواريس اكني وثام ما الى وغلق غير ثربع لانغولا نملا لي سن تسعة نتي كال ثربع ثغناوث ثربع فرداين تخسر يوتي كالت ما ماذا تمليلين نظن ثم عذال دي سنت يعني 6 مليلين ثم عذال دي ثربع ثغناوث تيملي لي ثين غاروثي ديلاندي تقبوش تفريق تاد كسكاس زوج على 10 تزريك زوج على 10 ديلاندي لونغولا عند ثربع ثغنوث نتمور ثناخ مع ذلك ثربع لونغولا ولا شغار ولاش ذين راغي جن ثمدي ثقي ان ولي غثيملي لي جهدن تحرص جرسنا ثان التربو يعني ما غير ثربع السن ثيض نكوني غاسير منا الثربع ثربع ثغنوث كني الدنيا يدي بدو يعني قواليو إمي ثملي ليث ما يلاغ ثربح السربع ثغنوث تينا راه يفتحن أمشوار إوا كنا نكمل أكني وثا ألا دغا أتسمي كتير ثملي ليث تيسنات أدي لا ريف التربع ثن بوركينا فاسو أتورا لنا بزوج تمدي ذاكيا غاك النزرا ذاكي ذي البرد فريق في حمال حال هاتي ثغا تنقيضي ناكيا أي جن ثملي تيسنات أتسهل إثار وان جمال بالماضي تنميرث محمد وديعي في لغدي ذنا غسريد سي كوت ديفوار ونسالة مفوذ مقرني ثربع ثغنا وثنة مورث ناغذي ثم ذي ثاقيا الثام زواروث
نكفو أغمي ساقية سيوثن تمزيزل تي إذا ديلان بد ما غف المحاضرة غف شفواث ذو مزروين تقرولا نتمور ضغان على فقم جوهاد بالعيد دربيقا إلا دي ظل المندا ذي ميث كفا في ذويل 28 نورز نومنزو نوفمبر 1954 أن إذا تنفكن ورز نويداك إديو فرارن ذي تمزيزل تينس ذي ذويل تاقينس نوسو قواسا نبيل مطرف رحموني عبد العزيز مرابط أطاس نيسنتالن دي لان ذي حريشن ذي الصنف نتسكلا أساروان سي صنف دوكيومنتار ذو نذيع ذو قمزروي يسنتال نجي يعني دوفرارن وأطاس قل مزيان إينا زورم يعني تحفظ التواريخ وكل الأحداث التي كانت يعني أثناء الاستعمار يعني أعتبرها خزانتي التاريخية وأعتبرها كتاب التاريخ الوحيد الذي أستطيع من خلاله أن أؤرخ وأن أستخرج ما شاء. اليوم رانا جد سعداء هذا نجاح لكل أبناء ولاية خنجلان. بحثي كان حول موضوع المقاومة الشعبية والحركة الوطنية بمنطقة الجلفة. الإطار الزمني المقصود في هذه الدراسة يمتد من 1834 و 1954. لي الشرف أنني حزت على المرتبة الأولى في جائزة أول نوفمبر. أنا سعيدة بهذا التكريم. ذي ثمغرا يجي وثغال تجميل تي مضبرن تي راولا الشهداء يغلين ذو قنر الحرمة ذا سمكتيا غفو نضح نسن في درا نتمورث الملاحظ خلال هذه المسابقة الوطنية مسابقة جائزة أول نوفمبر 1954 أن أعمالها كلها كللت بالنجاح ولم تحجب أي جائزة وهي دلالة واضحة عن اهتمام أولا شبابنا الجزائري بمجال حماية التراث التاريخي والثقافي ثم تبليغ هذا الإرث وهذا الميراث التاريخي والثقافي من صنيع مجاهدينا ومن صنيع شهدائنا. فذويل تاجين 28 بوارز نو من زون نوفمبر 1954 إسوي نس في سوثان تورا أذي سين انتم شواري دلحان إمولانا إيوا كنت الدرث مورت ذي ثلالي تقران وغميس سنة مديثة جيثا مرتكوني مرايدي قيمني إذنا جاكوني لهنا بخير أثنين